وراء كل نجاح عطاء وتضحيات. بعد كل ظلمة فما نور، والشمس كل ما تغيب تعاود تطلع من جديد. اليوم بفضل تضحيات المتطوعين نلقاو رواحنا قدام فجر جديد، قدام نهار جديد وتحديات جديدة. اليوم من بعد شهرين من العمل المتواصل لجميع المتطوعين من شمال البلاد إلى جنوبها، نحب نشكر كل من ساهم وعاون حتى بكلمة، بضحكة، بالجهد، بالتعب، بالسهريات للصباح، بالوقفة تحت الشمس والمطر، بالمال ولا بالأبدان. نحب نشكر كل الحاضرين في كل مكان، في الدار، في الخدمة ولا في الميدان. نحب نشكر كل من ساهم من قريب ولا من بعيد باش نوصلوا للمرحلة هذه. صحيح اختار مازال، لكن نجم نقولوا اللي لازمة إن شاء الله تعدات. أصل الحكاية بدأت مع شباب متطوع، ممكن كانوا في سير الأيام ناس عاديين، ممكن زادة ما يعرفوهمش وما يسمعوش بهم، وحتى كيراوهم ما يعطوهمش قيمة. لكن مع ظهور الكورونا برشا حاجات بدلت في حياتنا، اكتشف العالم قيمة برشا ناس. بس الأزمة هذه عرفنا قيمة العالم، الطبيب، الممرض، المصعف، معامل النظافة والأمني، والناس اللي توصل للديار، وغيرهم وغيرهم برشا. لكن الأكيد عرفنا قيمة مبادئ عايشين بها قلة من الناس، وهي التضحية والتطوع. اليوم نحب نحكي على متطوعي الهلال الأحمر التونسي، نحكي على خلية النحل اللي كانت حاضرة في كل مكان وعاونت في كل ميدان، من حملات التوعية لتحضير ممرات خاصة بالكورونا في المستشفيات، تعقيم، الرد على مكالمات في مراكز النداء والتوجيه والدعم النفسي، مصعفين على الميدان، متطوعين باش يوصلوا مساعدات ووجبات الإفطار على طول شهر رمضان، الاعتناء بالناس اللي في الحجر الصحي، المتطوعين الناشطين على الحدود، وفريق النشر والإعلام. في وسط هذا الكل فما كلمة واحدة مشتركة بين الناس اللي عارفوا متطوعين الهلال الأحمر التونسي من قريب، محلكم، معزكم، يرحم والديكم، علاش ما عرفناكمش من قبل. برشا كلام فيه محبة واحترام. أنا عارف اللي برشا من الناس مش تبقى لهم ذكريات حلوة مع متطوعين الهلال الأحمر التونسي، وممكن يجي نهار يحكيوها لصغارهم، لكن أنا متأكد زادة أنه كل واحد فينا باش يرجع لبلاصتو اللي كان فيها قبل كورونا، يرجع الموقع خلف الكواليس، ترجع الناس تنساه، ممكن حتى كان يقابل الناس اللي عاونهم ما يعرفوهوش كما صارنا في عدة تجارب سابقة. لكن الأكيد اللي نجم نقوله لكم اللي التجربة هذه بكل تفاصيلها غيرت فينا برشا حاجات، وعرفتنا برشا ناس وبرشا تجارب ما تتقدرش بفلوس. وديما فكركم اللي انتوما الأمل، انتوما الرحمة اللي بعثها ربي في كل أزمة تتعدى بها بلادنا. في الأخير نذكركم ونذكر روحي إنه اللي عملناه من تطوع ما هو إلا مرحلة في حياتنا، ولكن عنا حياتنا الخاصة لازم نرجعولها، ورانا كل بارح كل يوم كي غدوة باش نكونوا جنود الإنسانية وأبناء تونس البارين، وحتى كان برشا فينا ما يعجبوش حالها، لكن قوتنا إنه عمرنا ما نسلموا في بعضنا ونسعوا باش نبنيوا مستقبل خير لبلادنا ولولادنا. محلاكم ومعازكم قداش نحبكم، إن شاء الله عيدكم مبروك، وإن شاء الله كل عام وانتم حيين ألف خير.